المؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم الأحد المقبل السادس فيفريا الجاري، مع احترام البروتوكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية، والإسراع في عمليات تلقيح عمال التربية الوطنية. وتدعو الحكومة إلى دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي من خلال الامتثال للتدابير الوقائية واللجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية.